إذا تريد تعرف أهم التغييرات اللي راح يصير في بلجيكا اعتبارا من 1/7/2023 بخصوص راتب لم الشمل، بخصوص زيادة المعاشات والرواتب الأخرى العاطلة عن العمل، وبخصوص مواضيع مهمة جدا لأنه راح تصير تغييرات. بس قبل كل شيء لا تنسى اللايك والاشتراك. المفروض أنزل هاي الفيديو من البارحة، نزلت مقاطع على تيك توك بس اليوم قلت خليني أنزله على اليوتيوب وإن شاء الله تستفادوا منه، وتابع الفيديو للنهاية لأنه صدق الموضوع مهم جدا. وإذا عندكم أي استفسار اكتبونه بالتعليقات حتى أجاوب على جميع التعليقات. وخلينا نبدأ. كل ما سيتغير في بلجيكا اعتبارا من اليوم. هذا الفيديو مهم جدا بخصوص زيادة الرواتب والمعاشات والتغييرات الأخرى. بس قبل كل شيء لا تنسى اللايك والإكسبلور وتابع الفيديو للنهاية. وكالعادة راح أخلي المصادر بالفيديو حتى ما حد يقول كلام كذب. الرواتب لحد الآن ما زاد، بس راح يزيد اعتبارا من اليوم، يعني الرواتب الجاية. بس تابع للنهاية وخلي نشوف المعلومات سوا. أول شيء زيادة حد الأدنى للمعاشات، يعني باختصار اللي قاعد على الراتب الأوسيموي أو سيبايست الراتب راح يزيد. طبعا العاطل عن العمل راتبه راح يزيد. اللي حاليا عمره فوق 65 سنة يعني ضمان كبار السن راتبه راح يزيد. اللي يحصل التقاعد راتبه راح يزيد. كما ستزداد مخصصات الإجازة الوالدية، يعني راح يصير عندهم مميزات أكثر من قبل. وأخيرا سيتم زيادة حد الأدنى للتأمين الصحي والتأمين ضد العجز. طبعا أكو تغييرات أخرى مثلا بخصوص خفض التعرفة الاجتماعية للكهرباء وزيادتها للغاز الطبيعي. تعرفون اللي عنده سوسيال تعريف، يعني التعريف الاجتماعية، عنده مميزات هواية، يعني ما يدفع الفاتورة الغاز والكهرباء مثل الشخص يشتغل وعنده راتب، يعني يدفع أقل. باختصار الأشخاص اللي كان دخلهم متوسط كان عندهم سوسيال تعريف، لأنه من صار كورونا الدولة بوقتها قررت أنه الأشخاص اللي دخلهم متوسط، يعني حتى اللي عنده راتب اللي يشتغل كان لحد الآن عنده سوسيال تعريف، بس اعتباره من اليوم خلص ما عنده سوسيال تعريف، يعني راح يدفع الغاز والكهرباء مثل قبل. بالنسبة لما يعرف شنو هي التعرفة الاجتماعية، طبعا هي تعرفة مخفضة لفئات معينة من الأشخاص أو الأسر، يعني اللي عندهم رواتب، اللي يحصل راتب من الأوسيموي، اللي عنده مثلا راتب البطالة، هو عنده هذا السوسيال تعريف اللي هي التعرفة الاجتماعية. يعني نقدر نقول 500,000 عميل راح يرجع يدفع مثل قبل بعد ما راح يكون عنده التعرفة الاجتماعية، واللي عنده راح يستفاد أكثر. السلبيات مثلا شركة بروكسيموس راح يزيد أسعارها. أما بخصوص الضريبة الطريق هنا في قسم الفلامانكي في بلجيكا تقريبا راح يزيد 5%. هاي أعتقد أهم تغييرات اللي راح يصير في بلجيكا. طبعا أكو شغلات أخرى راح تغير، مثلا راح يكون اختفاء بطاقات مايسترو خلال 5 سنوات القادمة، ما راح يكون هناك بطاقات مايسترو. ارتفاع راتب لم الشمل الزوجة أو الزوج اعتبارا من اليوم، طبعا 1/7/2023. تعرفون احد شروط لم الشمل في بلجيكا لازم واحد يكون عنده وسائل عيش مستقره وكافيه، يعني باختصار راتبك العمل لازم يكون اعتبارا من اليوم 2,008 يورو و32 سنت. اذا انت تريد تسوي لم الشمل، يعني مثلا اذا انت شفت وحده وتزوجت وتريد تسحب زوجتك لازم هاي يكون راتبك. طبعا بالنسبه للاشخاص المتزوجين واجوا الى بلجيكا واخذوا اقامه، هذا القرار ما يشملهم، يعني عنده سنة يسوي لم الشمل. هذا القرار فقط بالنسبة للأشخاص اللي مثلا اللي أخذت إقامة وتريد تتزوج من بنت في بلدك، لازم يكون راتبك 2,008 يورو و32 سنت. راح نعطيكم القائمة بالنسبة الرواتب أو التغيرات من 2015 لحد هاي اليوم. تعرفون بلجيكا بلد المتغيرات، كل شهر أو كل سنة عنده تغيرات جديدة. طبعا المعاشات والرواتب هاي كلها راح تزيد. راح اسوي فيديوهات اخرى وانطيكم كامل تفاصيل، والفيديو مع التفاصيل والشرح الكامل راح انزله على قناتي اليوتيوب فضلا وليس امرا. اتمنى تشتركون بقناتي، اسم القناه راح يطلع لنا بالشاشه ستيفان نجيم. انشر بخصوص السفر، تذاكر طيران، حجز فنادق، تخيم، اماكن سياحيه في بلجيكا، المانيا، هولندا، يعني قناه منوعه على ذوق الجميع. فأتمنى تشاركون بقناة اليوتيوب. تقريبا هاي أهم التغييرات اللي راح يصير، وأنا قلت خلي أعطيكم هاي المعلومات. ولا تنسون الاشتراك بقناة اليوتيوب، راح يطلع هنا بالشاشة اسم القناة. تحياتي.